السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية. في العيادة البيطرية نتناول أمراض الحيوان بجميع فصائله المختلفة، الفصيلة الخيلية، المقطرات، الأغنام، الماعز، الحيوانات الأليفة، أمراض الدواجن وأمراض الأسماك. نتناول في كل مرض من هذه الأمراض مسببات هذا المرض، أعراضه، طرق انتقاله للإنسان والحيوان، طرق العلاج، وكذلك طرق الوقاية. ودائما أبدا شعارنا في العيادة البيطرية الوقاية خير من العلاج. مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي العيادة البيطرية على مصر الزراعي، إن شاء الله النهاردة هناخد موضوع كلمتوني كتير قوي عليه عشان كل حبة تكلموني وتسألوني على هذا المرض. النهاردة موضوعنا حمى الوادي المتصدع أو الريفت فالي فيفر. إيه هو حمى الوادي المتصدع ده؟ هو مرض فيروسي، كويس قوي. مدام قلت فيروسي معناها إيه؟ إن هو ملوش حل غير بالتحصين. الله ينور عليك. يبقى مرض فيروسي وبائي سريع الانتشار، حيوان المنشأ، ينتقل بيولوجيا بواسطة البعوض. يبقى دي كمان خلي بالكم، بينتقل ايه؟ بواسطة ايه؟ البعوض. يبقى في عامل وسيط، المرض ده في عامل وسيط، لما هنيجي نعمل وقاية يبقى ايه؟ القضاء على العامل الوسيط. الله ينور عليك. بينتقل بواسطة البعوض، في بعوض اسمها الايدس او الكوليكس او الانوفلس، كل دولت بيصيبوا الحيوانات في المقام الاول، الابقار، الجاموس، الاغنام، الماعز، الجمال. ده المرض. بيؤدي المرض ده يا اخوانا الى خسائر اقتصاديه كتير قوي. مسبب ايه؟ نسبه عاليه من النفوق في الحملان والجديان والعجول الصغيره، وكذلك بيعمل نسبه اجهاض عاليه وفي الحيوانات العشار، وبينتقل من الماشيه والاغنام، واخطر ما فيه انه بينتقل الى الانسان. ديت اخطر حاجه فيه، انه بينتقل الانسان وبيسبب مشاكل كبيره قوي في الانسان، هنقول عليها ان شاء الله. عن طريق ايه؟ عن طريق لدغ البعوض. عشان كده احنا بنعتبره مرض مهم جدا من الامراض المشتركة الخطيرة اللي احنا بنسميه الزونوتيك ديزيز، الامراض المشتركة بين الانسان وبين الحيوان. المسبب للمرض ده احنا قلنا ايه؟ فيروسي. الفيروس ده بينتمي الى جنس عيلة اسمها الفليبو فيروس، هي من الاجناس الخمسة من عائلة البونيا فيردي فيروس. بونافيرد فيروس ضمن مجموعة من الفيروسات، معلش بقول الأسماء بالإنجليزي بس هي كده، هي اسمها كده، ما عرفش أقوله حتى بالعربي. ضمن مجموعة من الفيروسات اللي بتنتقل إلى الإيه؟ الحشرات المفصلية، زي ما احنا قلنا البعوض، نوع الكيوليكس. بتميز إيه الفيروس ده؟ دايما بنقول اعرف عدوك. صفات الفيروس دي إيه؟ بيقعد في البيئة عايش فترة طويلة، يتميز بقاؤه في البيئة لمدة طويلة عند درجات حرارة منخفضة. خصائص هذا الفيروس أو صفات هذا الفيروس اللي هو بينقل حمى الوادي المتصدع، بيفضل حي لمدة 77 ساعة في الإفرازات، أو 72 ساعة، مدة 3 أيام يعني، في الإفرازات الحيوانية. الرذاذ المتطاير عند درجة حرارة 25 درجة مئوية، ونسبة رطوبة 30%. الفيروس ده بيظل حي في السيرم لمدة 3 سنين عند درجة حرارة سالب 4 درجة مئوية. وبيعيش كمان من ضمن صفاته، بيعيش في الدم لمدة سنة عند درجة حرارة 4 درجة مئوية، والمدة 3 سنين عند درجة حرارة صفر، وعند درجة بي اتش أو تأين هيدروجيني 8. الفيروس ده بيتأثر بمذيبات الدهون والمنظفات الصناعية والمحاليل القلوية كلها، زي الهايبوكلوريت صوديوم أو كالسيوم. الفيروس ده بيموت عند درجة بي اتش أو تأين هيدروجيني منخفض، عند أقل من 6 وانت نازل. عشان كده بنحب نستخدم المطهرات الإيه؟ الله ينور عليك، المطهرات الحمضية، لأن درجة تأين هيدروجيني أقل من 6. زي ايه؟ زي الفينول، زي الحمض الخليك، زي الفورمالين، زي الاسير، زي الكلوروفورم. ده برضو بيقضي على ايه؟ الفيروس ده. بينطبق برضو على اللحوم. خلي بالك ان الفيروس ده ما بيبقاش موجود في اللحوم،
ليه؟ عشان بعد ما الحيوان بينذبح بتتحول درجة الهيدروجين بتاعه إلى أقل إلى الوسط الحمضي اللي هي أقل من 6.2 درجة. خلي بالكم أهم ملحوظة عايز أقولها لهذا الفيروس عشان تبقى قد إيه خطورته وقد إيه المشاكل اللي ممكن يعملها، إن الفيروس ده بيعيش يا أخوانا في بيض الناموس وبيعيش في جهازه التناسلي فترة طويلة جدا، ولما بتتهيأ الظروف لنمو البيض ده بيض اللي هو بيض البعوض بتخرج البعوضة دي حاملة لهذا الفيروس ويسيب بيها حيوانات أخرى. يعني جهاز تناسلي بينزل بيض مصاب، تاج الظروف مهيئة، يطلع البيض ده يبقى ناموس يسيب بيه الإنسان ويسيب بيه الحيوانات. إيه هي الحيوانات اللي هي قابلة للإصابة للعدوى؟ اللي احنا قلناها قبل كده في أول حلقة، قلنا الإصابة الطبيعية في البعوض، أول حاجة البعوض، الأغنام، الماعز، الأبقار، الجاموس، الجمال والإنسان. دايما بقول المرض ده بيعتبر من الأمراض المشتركة وسبب عمى ونفوق وموت لناس كتير قوي قوي نعرفها وموجودة معانا. بيصاب بعدة أنواع من الحيوانات برضو مرض حمى الوادي المتصدع، ويكون المرض شديد جدا وأثاره باينة واضحة قوي على الأبقار والأغنام. الأغنام هي أكثر الحيوانات عرضة للإصابة بهذا المرض. الماعز هي أقلهم عرضة للإصابة بهذا المرض. يبقى المرض ده كمان من صفاته أنه بيتميز بنسب نفوء عالية جدا في الحيوانات الإيه حديث الولادة، وبيعمل إجهاض عالي جدا في الحيوانات العشار، حتى بنقول عليها عاصفة من الإجهاض. السلالات الأجنبية المستوردة برضو لو جاية في أماكن موبوءة بتكون إصابتها شديدة جدا عن السلالات اللي هي قاعدة متكيفة مع الظروف المحلية. يعني لو جايبين حاجة من بره وفي عندنا حمى الوادي المتصدع موجودة، تأثرها جامد جدا عن الحيوانات اللي هي عايشة معانا. الإصابة بتختلف حسب اختلاف عمر هذا الحيوان. فالحملان الصغيرة والعجول الرضيعة بتصل نسبة النفوء فيها إلى 90%، بينما في الأغنام البالغة أو الحيوانات البالغة بتصل إلى 10%. كمان العلامات المرض في المناطق المصابة بتلاقي زي ما احنا قلنا فجأة إجهاض في الحيوانات وما احناش عارفين السبب إيه، محللين بروسيلا ومحللين كل حاجة سليمة وفجأة إجهاض، ده بيبقى مؤشر لبداية الوباء. وأحيانا بتصل الإجهاض بين النعاج بالذات في النعاج إلى ممكن كل العشار أجهض نسبة 100%. ده تقريبا اللي ايه كل صفات هذا الفيروس وشكل هذا المرض على حيوان البقري او الجمسي او الاغنام. السؤال المهم جدا اللي احنا عايزين نسأله لبعضينا اللي هو كيفية انتقال المرض للحيوانات او للانسان، عن طريق ايه بقى؟ عن طريق ايه؟ لدغة البعوض. البعوض الناقل للمرض زي ما احنا قلنا اسمه الايضس او الكيوليكس، بتنتقل العدوى منه الى الانسان عن طريق الايه البعوض الحامل. الحامل للفيروس ده معناته ايه الكلام ده؟ معناه ان احنا في حاجه بنسميها نقل بيولوجي، يعني نقل عند البعوضه بامتصاص دم الانسان او الحيوان المصاب بالمرض في طور الحمى، بتنقل المرض اللي هو في مرحله الفيريميا عند كام البعوضه بتجعل الحيوان السليم بيمتص دم الحيوان المصاب، بتمتص دمه الانسان او الحيوان المصاب بالمرض في طور الحمى. يعني معناها في فيريميا موجوده في الدم، تواجد الفيروس في الدم، بتصبح هذه البعوضه معديه لمده 21 ل 28 يوم لاي حيوان ممكن تصيبه. بينتقل هذا الفيروس يا اخوانا الى ايه؟ مبيض البعوضه، وبذلك يكون البيض الناتج منها حامل للفيروس ده لينتج لنا أجيال جديدة من البعوض نقلة للعدو. بنسميها احنا الترانس أوفيريان، يعني بتنقل حتى عن طريق ايه المبايض. الملامسة المباشرة لدم، ده طريقة تانية لدم وسوائل وأنسجة الحيوانات المصابة أو المذبوح. يبقى البعوضة، الملامسة، استنشاق رقم 3 استنشاق الرذاذ المتطاير من أنسجة الحيوانات المصابة أو أجنتها. رقم 4 برضو من اللي بينقله هذا المرض القراض والفران. القراض والفران
قد يكون لهم دور هام في نقل الفيروس. كمان الأوراد والفئران بنعتبرهم مخزن للعدوى، ريزرفوار، يعني حاجة تفضل فترة طويلة شايلة هذا الفيروس، وينتقل الفيروس للبعوض، المص للدماء من الأدميين، للمصابين فترة الحمى. ولو كان تركيز الفيروس ده عالي بما فيه الكفاية، ممكن يتنقل المسافر اللي جاي من دولة إلى دولة، ينقل هذا المرض من دولة إلى أخرى. يبقى عشان كده مطلوب تعاون تام بين وزارة الصحة والحجر البيطري، نتأكد من أساليب الحجر الصحي لازم تطبق على المسافرين القادمين من الطيارات والمطارات الدولية. ولو في حرارة عالية ومعروف ان البلد اللي هو جاي منها ديت فيها إصابة بالحمى المتصدع، لازم نعزل الأشخاص ونعمل الحجر الصحي عليهم زي ما مكتوب في القانون. عايز اقول نشوف الصورة البتاع البعوضة اللي بتنقل هذا الفيروس ديت، اكتر حاجة تخلي بالكم منها اللي هي الانوفلس او الكوليكس، البعوضة دي بقى ده صورة الفيروس على المجهر. نحب نراجعه برضو معاكم، ده صورة الفيروس على المجهر سريع، وبعد كده هنلاقي وراء البعوضة اللي بتنقل هذا الفيروس. فترة الحضانة لهذا الفيروس قد ايه؟ فترة الحضانة بتتراوح ما بين 12 ساعة إلى 4 أيام حسب حجم ونوع الحيوان المصاب، وممكن تصل أحيانا إلى 7 أيام. طيب إيه بقى الأعراض المرضية اللي احنا ممكن نشوفها على الأبقار وعلى الحيوانات؟ اللي احنا شايفينه على الشاشة قدامنا ده أخوانا، ده صورة الفيروس تحت المجهر. هنشوف بعد شوية صورة البعوضة اللي بتنقل هذا الفيروس. يبقى احنا اتكلمنا على الفيروس شكله، وهنتكلم على اللي هي بتنقله الموجودة على الشاشة قدامنا دلوقتي دي. ديت البعوضة اللي هي بتنقل هذا الفيروس. لو البعوضة ديت جات عضت او قرصت انسان او قرصت حيوان، دي دورة الحياة او دورة اللي بتحصل بالظبط من اول ما البعوضة تخش لغاية ما توصل للانسان وللحيوان. طب ايه الاعراض بقى المرضية؟ في البقر يظهر المرض بصورة حادة في العجول حديث الولادة، مصحوب بعد كده ارتفاع في درجة الحرارة تصل لدرجة 41 درجة مئوية، وبعد كده خمول في الاجسام في الجسم عامة، وممكن يحدث النفوق. واحيانا النفوق بيحدث ل 70% لو داخل اول مرة، لو داخل اول مرة في المكان يحصل. لو 10 حيوانات أصيبهم 7 منهم يموتوا. الحيوانات البالغة تبدأ ارتفاع درجة الحرارة، زيادة إفرازات اللعاب، فقد الشهية، ضعف عام، نقص في إدرار اللبن، إسهال كريه الرائحة ومميز. الأبقار العشار بيحدث الإجهاض زي ما أنتم شايفينه، بتصل نسبته إلى تقريبا من 10 إلى 90%، بنسميه إحنا عاصفة من الإجهاض. عند أي عمر جنين بينزل، مش لازم عمر 7 3 4 5 6 يوصل. النفوق بيبقى في حوالي 10% من الحيوانات الكبيرة. طيب في الأغنام والماعز بيظهر المرض في الجديان الصغيرة أو اللام حديث الولادة، بيظهر برضو في صورة فوق الحاد، مصحوب بارتفاع درجة الحرارة تصل ل 40-42 درجة مئوية، وبدام الحيوان حرارته عليت يبقى فقد شهي وضعف، وبعد شوية ينفق هذا الحيوان خلال 36 ساعة من ظهور الأعراض. زي ما أنا قلت قبل كده بتصل نسبة النفوق تقريبا إلى 90% في حديث الولادة اللي هي أقل من 7 أيام. الأعمار الكبيرة بقى في الغنم برضو زي ما نقول دايما نقول حمى يبقى ارتفاع درجة حرارة 40 درجة مئوية أو 41 درجة مئوية، إفرازات أنفية مخاطية، قيء، إسهال، أحيانا بنلاقي بول مدمم أو ما نلاقيهوش، الحركة نفسها نلاقي الحيوان ماشي عضلاته كلها بتترعش شوية ماشي، بعد شوية بنلاقي الصفرة كلها في عينيه، ولو مات بنفتح بنلاقي الصفرة مالية الجسم كلها. لو حيوانات عشار كبيرة بتلاقي الإجهاض بيوصل 100%، كل العشار اللي عندك بيروح. النفوق بيوصل تقريبا في الحملان الكبيره او الغنم الكبير الى 20 او 30%. ده في البعض وفي الغنم.
تعال بقى أهم حاجة نبص عليها اللي هي الإنسان، اللي يهمنا كله بيحصل إيه في الإنسان. ده البقر الغنم فلوسه بتروح، لكن الإنسان ده حاجة يعني قربنا بني آدم ما بيروحش، دايما نشيله بأقطع يعني ملوش تعويض. طرق انتقال العدوى في الإنسان عن طريق إيه؟ واحد، الاختلاط المباشر أو غير المباشر مع الدم اللي بيشتغلوا في المجازر أعضاء الحيوانات المصاب. الفيروس عن طريق ان انا المس الانسجه، يتنقل الانسان عن المس انسجه الحيوانات دي اثناء عمليه الذبح او اثناء عمليه التقطيع او اثناء عمليه الولاده وانا بولد الحيوانات او وانا بعمل عمليه جراحيه او انا بتخلص من الجثث الحيوانات او الاجنه ديت عندي جروح في ايديا يحصل نقل العدوى. حاجه ملامسه للجلد، إنسان مجروح في جروح في إيديه، في تشققات في إيديه، الحاجات دي كلها بتنقل العدوى. إفرازات الحيوان المصاب بتختلط بالجروح ديت وتعمل لك مشكلة كبيرة جدا، أو يعني هقولنا في المجازر وفي النقل وفي العمليات الحاجات دي. الرذاذ المتطاير والملوث بالفيروس خلال فن المعمل بيحضر عينة جاية من أو بيتعامل مع عينة من مأخوذة من حيوان مصاب. في ناس كتير سألتني بتقول لي هل ينتقل من إنسان لإنسان؟ لا، مفيش يعني مفيش دلائل أو مفيش حد ثبت إنها ممكن إمكانية إصابة الإنسان بالعدوى عن طريق إنسان آخر، لكن ممكن تيجي العدوى عن طريق شرب اللبن من حيوان مصاب واللبن ده يكونش مبستر أو ما يكونش مغلي. تحدث العدوى برضو من الإنسان من العامل الوسيط اللي هو البعوض، البعوضة اللي احنا شفناها قدامنا دي، ده أعراض اللي على الإنسان هنشوفها برضو، بتيجي من لدغات البعوض المصاب بفيروس مرض حمى الوادي المتصدع، ولسيما كمان البعوضة اللي احنا جاية من جنس الأيضس. زي ما قلت لكم الإنسان مرض ما فيش حد ثبت لغاية دلوقتي ان المرض بينتقل من إنسان مصاب إلى إنسان سليم. طب سؤال تاني، اللحوم نفسها بتنقل؟ لا، اللحوم المذبوحة في المجازر والموجودة ديت ما بقاش لها أي دور في نقل العدوى. ليه؟ لأن انتوا عارفين اللي هو ما بيعيش الا في بي اتش أعلى من 6، فده بيحصل إن الفيروس بيهلك بعد الذبح على طول عشان الأيون الهيدروجيني بينزل إلى أقل الاتجاه الحمضي إلى أقل من 6.2. ايه صوره بقى على الانسان زي ما احنا هنشوفها قدامنا دلوقتي على الشاشه؟ اربع صور بتظهر. واحد، انفلونزا، تلاقي جاي لك رايح المستشفى للدكتور ويقول له حمى شبيهه بالانفلونزا، في الام شديد قوي، الام كتير في العضلات المفاصل دي هو بيجي في اربع صور، وفي كتير قوي حصل معاهم الحكايه دي. يبقى اول حاجه الشبيه بالانفلونزا، عضلات ومفاصله كلها تعبانه، اعراض حمى، ويروح للمستشفى. رقم 2، يجي في العين يحدث التهاب في شبكيه العين، وبعد كده ممكن المرض ده يسبب عدم رؤيه، يعني عمى كامل مستديم. وفي زمايل لينا كتير جدا في المجازر اصيبوا بالعمى ده وقعدوا يعني خدوا يعني اعرفهم كويس قوي يعني معاش مهني او حاجه زي كده، طلعوا من المهنه خالص وقاعدين في البيت. كمان الشكل الثالث، الشكل السحائي اللي بيجي في الراس او في الدماغ، صداع شديد، فقدان ذاكره، هلوسه، توهان، غيبوبه، وممكن بعد كده في الاخر يحصل له الموت. اخر حاجه تلاقي دم، الشكل النزفي، تلاقي الكبد حصل له نزيف، الكلية حصل لها نزيف. دي أربع أشياء بتحصل زي ما أنتوا شفتوهم على الصور قدامكم. تلاقي الكبد نزيف كامل، الحمى، عمى، يعني أربع حاجات كلهم أخطر من بعض، أقلهم العمى أو الموت أو الهلوسة. ده كله لو أنت مش واخد بالك إزاي تقي نفسك من الإصابة من البعوضة دي أو من المعاملة أثناء شغل المجازر، وتشوف اللحمة وتشوف وضعها.
طيب الموضوع خطير، الموضوع يعني انت كده دي العمليه يعني ايه، مش هتخلي انفلونزا وموت ونزيف الوقايه بقى، الوقايه ايه؟ يعني اعمل ايه عشان اقي نفسي من القصه الرهيبه اللي انت قاعد تحكي عنها دي؟ اول حاجه قول يلا جدع البعوضه، يبقى اول حاجه مكافحه البعوض والحشرات الماصه للدماء في الاماكن اللي بتتكاثر فيها عن طريق ايه؟ واحد المجاري المائيه، تطهير المجاري المائيه، الشواطئ بتاعها المليانه من الحشائش ديت نقاومها، الطور اليرقي للبعوضه اردم البرك والمستنقعات، اقلل الاماكن اللي بيتولد فيها الناموس تولد يعني بقدر الامكان امنع فأس البيض ده، لان هو زي ما قلت لحضراتكم بي 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 بيورث البيض ده بي بيروح بعد كده ويورث بعد كده عن طريق ترانس اوفوريان. السطح المياه الرد ارشها بزيت البترول، زيت البترول المحروق، زيت المؤازه، زيت المحروق او الوسق نرميه على عليها عشان اموت اليرقات. المياه المعالجه في ري المزروعات ديت اللي انا استخدمتها ما جابهاش تاني واعمل بيها ري المزروعات اللي انا علقت بيها المقاومه ديت. كمان المقاومه الارضيه، اجيب مواتير الرش ومواتير الضباب ارش حوالين المكان، كل مكان اكوام السباخ اللي بتلم الناموس ده كله، اعمل رش مستمر للحيوان وللحظائر واماكن توالد البعوض. دي كلها لازم تكون عارفينها كويس جدا عشان اقضي على الحشره البالغه واقضي على اليرقات. استخدم المبيد المناسب وبالطرق السليمه، يعني اشوف المبيد الافضل. انا كل الوقايه القضاء على العامل الوسيط، القضاء على العامل الوسيط، تطهير العامل الوسيط اللي هو الايه؟ البعوضه، تطهير الحجرات والحظاير، مسحوق ملاسه 5%، حفظ الحيوانات كلها اللي انا شاريها وعاليه الاضرار وعاليه القيمه وشاريها بثمن غالي، احطها في اماكن نظيفه، احط على الشبابيك سلك امنع دخول البعوض على قد ما اقدر، استخدم الصواعق بتاع الناموس، استخدم طاردات الناموس، الحاجات اللي غاليه عندي ابعدها نهائي عن الناموس عشان صحتي وعشان صحه برضه الحيوان. دايما اغير الميه، ما اخليش ميه راقده قدام الحيوان، اغيرها كل حبه. المشارب في الحيوانات والدواجن لازم اغيرها. الحشرات زي ما انا قلت، الطايره والبعوض ده اتاكد ان انا ايه اقضي عليها تماما. لو تغذت على دم الماشيه المصابه يمكنها، خلي بالكم اخطر حاجه البعوض ده لو جاب من دوله لدوله ممكن تبقى مصدر، لو تغذت على حيوان مصاب في مكان ممكن تروح مسافات قد ايه وتكون مصدر للاصابه لحيوانات اخرى. فمهم جدا ان انا ايه مقاومه بعوض. كمان ممكن استخدم المقاومة البيولوجية للبعوض اللي هي ايه؟ باستخدام بعض البكتيريا القضاء على يرقات البعوض في المستنقعات في التجمعات المائية، عشان اللي احنا بتقضي على الجهاز الهضمي بتاعها اليرقة، وفي نفس الوقت الفكرة بتاع البيولوج ده ان هي غير ضارة للكائنات المائية الموجودة، وده اللي احنا بنسميه في المقاومة البيولوجية او المعالجة البيولوجية، احسن من المبيدات الحشريه اللي بتاثر على ايه الكائنات المائيه. طيب اهم حاجه بقى انا نسيت اقولها ايه؟ قول التحصين. الله ينور عليك، مادام قلنا فيروس مالوش حل غير ايه؟ التحصين. اي مرض دايما اقولها في كل حلقه، اي مرض فيروسي مالوش مقاومه غير بالتحصين بتاعه. يبقى لو كان في فيكتور او عامل وسيط، همي كله ان انا اقضي على هذا العامل الوسيط بكل الوسائل. لو العامل الوسيط ده حشره اقضي على الحشره، لو العامل الوسيط ده قراضه اقضي على القراضه، لو العامل الوسيط ده فار او الجرذان او القوارض اقضي على القوارض. يبقى او اي حاجه اعرف فيها اي مرض اشوف المرض ده فيروس، يبقى ما فيش حل له غير التحصين، الوقاية منه عن طريق التحصين. المرض ده طرق انتقاله ايه؟ عن طريق الملامسة، يبقى ابعد عن الملامسة. عن طريق عامل وسيط، يبقى اقضي على هذا العامل الوسيط. يبقى رقم 2 في الشغل بتاعنا التحصين الدوري كل 6 شهور.
ده اللي احنا لازم نبقى واخدين بالنا منه كويس او او. طب انا قلت لكم يا اخواننا دلوقتي الخطورة بتاع هذا المرض على الحيوان وعلى الانسان، وعرفت ايه المقاومة للحيوان والمقاومة بالتحصين والقضاء على الفيكتور. طيب بالنسبة للانسان، شداد اللي قاعد معايا ده قاعد يقول لي، قاعد يبص لي كده ويقول لي ايه الانسان هنعمل فيه ايه، وقاعد الان يبقى طرق الحد من احتمالية الإصابة بالمرض في الإنسان باتباع الطرق التالية. يبقى أول طريقة أخ شداد، واحد عدم تناول بعض الأجزاء من الحيوانات المصابة، إن إحنا الكبد والكلاوي والمخ اللي أنتوا بتحبوها ديت، دي أكتر حاجة مصدر للعدوى في المواشي المصابة في المناطق الموبوءة، فقلل أكل شوية من الكبد والكلاوي والمخ لو أنا عارف إن البلد دي فيها حمى الوادي المتصدى. تاني حاجة نعمل إيه؟ أتفادى تلوث الإيد الجروح، يعني أبعد إيد دايما عن إفرازات الخارجة من المواشي الحية، ما اقعدش جنب البقره وانا بتعامل معاها او الجاموسه بتعامل معاها، الافرازات بتاعها تيجي عليا تتنقل من ايديا تكون مجرحه، بتعامل معاها ومش لابس قفازات، الحاجات دي مهمه جدا وخطيره جدا. ارتداء القفازات والملابس الواقيه مع توخي الحذر اثناء ايه تعاملي مع الحيوانات المريضه، او تعاملي في المجزر، او تعاملي في اللحمه بتاعتها اثناء وانا بكشف عليها أثناء ذبح الحيوانات. مهم جدا أن أنا أخد بالي من الحاجات ديت، لأن المرض خطير وممكن يودي أقل حاجة فيه العمى أو الموت بالنسبة للإنسان. رقم 4 من الحاجات المهمة برضو اللبن، اللبن الحليب، ما أوعى، مش الحمى الوادي المتصدع بس، لا أي مرض ما أوعى تشرب اللبن من غير ما تغلي. عدم شرب اللبن الحليب ابدا من المواشي في المناطق المبوءه او غير ملبوء او غير مبوءه، لازم تغلي اللبن كويس جدا قبل ما تشربه. اوعى تشرب اللبن خام كده، في ناس تحب اللبن تشربه على طول كده من بتاع، اوعى، مش هينقل بس حمى الوادي المتصدع، هينقل كم رهيب من البكتيريا وكم رهيب من الامراض اللي ملهاش حصر وتعمل لك مشاكل كبيره جدا. من الحاجات برضو اللي انا اخلي بالي منها طهي اللحوم، اتاكد ان انا اطهي اللحوم جيد عشان اطمن ان الفيروس اتنض عليها حاجه. الحيوانات الحاجات اللي انا الناس بتحب تشوي، ما اللي هو ايه طريقه شوي اللحوم، الحراره ما بتخشش في الاماكن اللي هي جوه، تلاقيها بتشوي اللحمه من بره ومن جوه المنطقه الوسطانيه ما تلاقيش الحراره وصلت فيها، فلازم ايه ما تعتمدش اعتماد كلي على ايه شوي اللحمه، عشان زي ما قلت لحضرتك الحرارة ما بتوصلش لجميع أجزاء الإيه؟ أجزاء قطعة اللحم الموجودة دي. فلازم يعني بعد ما أشوي أقطعها أجزاء صغيرة وأعيد برضو طهيها مرة تانية أو أعيد شويها مرة تانية. يبقى عدم اعتماد كلية على طريقة شواء اللحوم في الشويات لعدم ضمان وصول الحرارة لجميع أجزاء الجسم، خاصة إذا كانت كتل اللحم إيه كبيرة، عشان كده المفروض إن احنا نخليها قطع صغيرة عشان الحرارة توصل لأقصى لكل حتة فيه. دايما في المناطق الموبوءة أبقى دايما ماسك القفازات، الأقنعة على الفم بتاعي على الأنف، ما تعاملش مع اللحوم مع المجازر إلا بحذر شديد جدا، ما تعاملش مع محلات بيع اللحوم برضو ستات البيت، لازم أبقى لابسة وأنا شاري اللحمة لابسة جوانتي وأنا بقطع إيه قطع اللحمة ديت عشان لربما تكون مصابة وتعمل لي إيه العدوى. طيب احتياطي أعمل إيه؟ تطهير الأماكن الملوثة بالفيروس باستخدام إيه؟ حمض الخليج، الخل، خلي دايما عندك الخل في البيت 2% وطهري بيه أي حاجة جاية من مصدر حيوان. واللدغات بتاع البعوض، ما نمشي في الأماكن اللي فيها تكاثر للبعوض، ولازم نستخدم معانا الطريقة بتاع الفلاحين أو اللي هي الناموسية، غلق النوافذ، اجيب اللي هو اللي برشه على الاديه ده في الاماكن اللي بيكسر فيها البعوض الدهان عشان اطرد بيه البعوض، طارد للبعوض. كمان ما اقفش في اماكن فيها برك ومستنقعات وانا عارف ان المكان ان البلد ديت موبوءه بحمى الوادي المتصدع وبتاخد تحصينات من في البلد، فاتجنب برضو التعرض لايه لكل انواع
الحشرات أو كل أنواع الناموس الموجود بقدر الإمكان. برضو آخر حاجة أقولها اللي هي لو الأم مصابة بالفيروس ما ترضعش الطفل بتاعها اللبن بتاعها، لأنه ممكن قوي يتنقل منها للرضيع. تشتغل على بديل الألبان. طبعا الغلي والبسترة على اللبن قلنا مهمة جدا جدا. تجميد اللحوم لازم، مهمة جدا جدا. استعمال الناموسية المشبعة ومضادات الحشرات مهمة. طارد البعوض الشخصي مهم. ارتداء الملابس الفاتحة بقدر الإمكان اللي لها كمام طويلة برضو مهمة، عشان تبعد كل ده، تبعد الناموسة أو البعوضة عنك، لأنها هي الوحيدة اللي بتنقل هذا المرض الخطير، ومع تتجنب الإفرازات اللي تتعامل معها مع الحيوان. مشاهدينا الأعزاء، ده تقريبا اللي أنا عايز أقوله على حمى الوادي المتصدع كله. وعايز أجمل لكم قبل ما أطلع الفاصل كلمتين ونص: الوقاية يا أخوانا دايما خير من العلاج. الوقاية لاحظتم ان في الوقايه البعد عن الايه، العامل الوسيط. في الوقايه لاحظتم التحصين، ان انا احصن اول باول عشان ما يجيليش النظافه الشخصيه ليك والنظافه حتى لحيواناتك هي اكتر حاجه تقدر تقي بها الامراض المختلفه. نظافه في المكان، نظافه في ليك. سعدت بلقائكم. فاصل وإن شاء الله هنفتح تلفوناتنا ونبدأ نتصل على أي أسئلة أنتوا عايزينها. فاصل ورجع لكم مرة ثانية. Evergrow، خبراء صناعة الأسمدة في مصر والوطن العربي. في أحضان ريف بلدنا حواديت وحكايات تعرفها من هدوءها وجوها وسمها الصافية وصوت الطير بيغرد حوالين أراضيها الخضراء. هنلف كرة مصرية من إبل وبحري. قبل شوية دي حط التاريخ من سنة 1906 مشنقة اتعلقت هنا أمام قدام مكان المتحف. نعرف ونسمع حكايتها، حكاية أبطال عاشوا فيها. يسعدني أعظم سعادة أن آتي لزيارة مواطني دنشوي التي أفتخر بها على مر التاريخ. هنشوف جمال الريف والطبيعة ونقائها. رحلتنا لسه ما خلصتش، هنلف وندور وتخلص حكاية، مش دي النهاية، قريتنا هي أصل الحكاية. في هذه قريتي تشاهدون هذه قريتي في الأوقات التالية على مصر الزراعية. رحلتي مع مشاكل الفلاح والأرض رحلة طويلة، والغريب إن الفلاح هو نفس الفلاح، لكن التحديات بتزيد يوم بعد يوم. وفي الزراعية مباشر بقيت شايل هم إني أحل مشكلة كل واحد بيتصل بينا. بس إحنا قبلنا نكون معاك، نوصل صوتك ونتابع طلباتك، لأنها أمانة في رقبتنا كلنا. تشاهدون الزراعية مباشرة في الأوقات التالية على مصر الزراعية. تعلن الشركة العقارية المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، تعلن عن طرح كراسات شروط لبيع عدد 200 قطعة أرض زراعية بوادي النقرة بأسوان. القطعة 5 فدادين مستصلحة وبعقد تمليك ومجهزة للزراعة، مصدرين للري ري نيلي وبئر ارتوازي ري حديث.
سعر الفدان 40,000 جنيه بمقدم حجز 5,000 جنيه للفدان، وتدفع 15,000 جنيه للفدان عند الاستلام من شهر إلى 3 شهور بحد أقصى من تاريخ الحجز، والباقي بالتقسيط على 3 سنوات. للاستعلام الشركة العقارية المصرية 2 شارع الدكتور عبد الحميد سعيد طلعت حرب القاهرة أو أسوان باتينون الخزان شرق. ولمزيد من الاستعلام يمكنكم الاتصال على الأرقام التالية. اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. لاحظتوا في كل الحلقات دايما في العياده البيطريه بقول ايه؟ الوقايه خير من العلاج. كل الامراض او 90% من الامراض بنقيها عن طريق الجود هايجينيك ميجر، يعني ايه بالعربي؟ الاشتراطات الصحيه الوقائيه في الحظيره بتاعه الفلاح او في المزرعه بتاع المربي الصغير او المزارع بتاع المربي الكبير. دايما المزارع او الحظيره او المزارع الصغيره لو فيها جود مانجمنت جود هايجين ميجر صح. يعني ايه الكلام بتقوله ده بالانجليزي على العربي؟ يعني ايه؟ يعني لو انا بعمل الطرق الوقائيه بتاعتي صح عمر ما هيجي لي مرض. ايه هي الطرق الوقائيه اللي انا المفروض اعملها صح؟ حصن الحيوانات في ميعادها. اعمل عندي، قلت لكم الكلام ده واعيده تاني، لكل فلاح صغير، كل حظيره، كل عنده بقره بقرتين عجل عجلين 5، اعمل كراسه صغيره عندي كده ابقى كاتب فيها تاريخ التحصين، تاريخ التحصين الفعلي، تاريخ التحصين المنتظر. يعني انا حصنت مثلا حمى الوادي المتصدع بنتكلم فيه النهارده، يبقى انا شهر 7 حصنت، وانا عارف ان كل 6 شهور زي ما قال الدكتور حامد هنحصن، هنحصن مره تانية، يبقى شهر 7 عليه 6 يبقى 13، يبقى في شهر 1 الجاي اكتب التحصين المنتظر شهر 1. هناخد اخونا اشرف من الدقهليه. الو، السلام عليكم. الحاج اشرف من الدقهليه، اتفضل يا حاج اشرف. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، الحمد لله. طب نورنا والله يا دكتور، ربنا يبارك فيك يا حاج اشرف. الله يخليك. بقول لحضرتك انا عندي بقره ولدت بقى 4 شهور، وبعدين وبعدين اديتها حضرتك قلت لي اديتها ريتال بعد حوالي 41 يوم من الولاده، وقزحت عليها وجت الوقت بقى 4 شهور وجثتها لقيتها مش عش، لقيتها فاضيه. تعمل ايه؟ ايه اللي اعمله؟ خد اللبن يتاثر، هي بتحلب يا حاج. لما درت التال تاني ياثر على اللبن. كلامك جميل يا حاج اشرف. يعني انت لقحتها بعد 40 يوم من الولاده، كلام حلو قوي. وركنت عليها 4 شهور ليه؟ مستنيه. لا لا لا، تترت التال بعد 40 يوم. لا يعني بعد 40 يوم لقحتها. المفروض من بعد ال 40 يوم ده تحسب 45 يوم بالظبط من اخر تلقيحه، وتروح لاقرب طبيب بيطري عندك ذو السمعه الجيده، قول له تعالى يا دكتور افحص لي الحيوان ده، شوفه لي عشار ولا فاضي. هيبدا يشوف. حضرتك شافه وطلع فاضي، ما كانش عشر، ما طلعش عشر. الحاج معانا اتصال، الحاج خالد من الشرقيه. السلام عليكم يا باشا. هكمل اجابتي يا حاج اشرف معاك برضه، اتفضل يا حاج خالد. عندي سؤالين يا دكتور باختصار، يعني كده هقولهم كده. السؤال السؤال الاول، فحله بكريه. فحله بكريه عدت السنتين وطلبت مره، طلبت عليها وما خدتش في العشر، جيت اجيب طلعت فاضي. طلبت لقحتها مره وجت جثتها بعد قد ايه؟ لا ما لقحتش، طلبت عليها كده ولا طلباتش ثاني، وجيت اجيب طلعت فاضي. بعد قد ايه جثيت؟ جثيت بعد 50 يوم كده بالظبط. طيب تمام، ولقيتها فاضي وبعدين؟ عشان حاجه. حاضر يا حاج خالد، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، عندي بقره ولده بقالها شهر ونص. ايوه. وعايز اخدها الوحده، وعايز اديها حاجه عشان اديها حاجه الشيعه مثلا، او اديها حاجه. ماشي يا حاج خالد، الله ينور عليك كده. تمام، انا اجب عليك يا حاج خالد، انت والحاج اشرف. حاج اشرف يا اخوانا، انا نصيحتي برضو لكم، احنا بندردش مع بعض كده ونشوف الافضل ايه. لقح بقرته
على 45 يوم تعظيم سلامة حق أشرف 100 100، ويريد كله يرقح بأرضه أو جاموسته من 45 يوم لغاية 70 يوم من الولادة. لقحت واطمنت ان حصل تلقيح سواء كان طبيعي او صناعي، وراجع دايما التوقيت بتاع التلقيح، ميعاد التلقيح الشيع بتاعها امتى، لو صناعي الشروط بتاع التلقيح الصناعي لازم يكون اجيب ملقح جيد بيعرف يلقح سمعته جيده، التوقيت مهم جدا ليه، السمن بتاعه لازم يكون حيويته عاليه. كل الحاجات دي احنا قلناها في حلقات كتير، ايه الطرق اللي تخليني اقلل الفتره بين ولادتين عن طريق الحاجات البسيطه دي، مش بس ان انا ما اتدخلش في الولاده، ومش بس ان انا اجيب بعد 45 يوم اروح لاقرب طبيب بيطري ليا يفحصها لي، ومش بس ان انا بعد 45 يوم اروح اجسها، لازم كل المجموعات دي كلها مع بعض عشان اجيب لك مولود او عشان اجيب لك نتاج كل 13 شهر او كل 15 شهر. ده الهدف الاسمى بتاعنا، ان احنا كل سنه يجينا مولود. لو جانا كل سنه مولود يبقى احنا شغلنا صح. يبقى الحاج اشرف لقح، المفروض بعد 45 يوم من التلقيح يروح لاقرب طبيب بيطري ذو السمعه الجيده، يقول له تعالى يا دكتور افحص لي البقره دي. هيجي يفحصها له، اللي لقاها عشار هيقول له مبروك يا حاج بقرتك عشار، اللي لقاها مش عشار هيقول له البقره مش عشار، ويبدا معاها على طول في تدخلها للتلقيح مره تاني، يبدا يفحص يشوف هل عليها جسم اصفر ولا، يعني الدكتور هيراجع معاك هيفحص بسرعه هيعرف السبب ايه، ومن خلال السبب هيبدا يديك العلاج. يا اما هيديلها حاجه تخليها تشيع، يا اما لو فيها التهابات رحميه هيديلها حاجه للعلاج الرحم، لو فيها اي مشكله الطبيب البيطري هيبقى هيتابعها لك. وما تسيبش الطبيب البيطري ابدا في موضوع التناسليات، ما تلجألوش متاخر، الجأله دايما بدري. معانا الحاج شعبان من الجيزه، اتفضل يا حاج شعبان. يا فندم. ايوه اتفضل يا حاج شعبان. والله يا فندم عاوزين نتكلم عن سمم الحمل يا باشا. ايه عند تسمم الحمل، المشاكل بتظهر عندنا في القرية، تسمم الحمل مثلا بتيجي في الشهر السابع والشهر الثامن كده بتروح يجي لها تسمم حمل. يجي لها تسمم حمل. عاوزين يعني توضح لنا الأسباب اللي تؤدي لتسمم الحمل وإزاي نتفاداها يعني. ده السؤال الأول. فيها سؤال تاني؟ السؤال التاني يا باشا، إن إحنا عندنا مثلا بعض الطلوقة يبقى مصاب مثلا بالجدري، وإن إحنا ما عندناش طبعا طلوقة في البلد فبيطلوا منها وخلاص، فدي مشكلة على الإنتاج. الله الله ينور عليك يا حاج شعبان. ده اهم حاجه والقصه الازليه واللي عامله لنا اكبر مشكله في الخصوبه في البلد، اللي هو موضوع طلوقه واحد ومفيش طلوقه والكلام زي كده. ايوه يا باشا عندنا طلوقه خالص والله يا باشا، محسنه بنص اي طلوقه. هاجب عليك يا حاج شعبان حاضر حالا بالتفصيل الموضوع ده. بنشكرك يا فندم، بنشكر العاملين من القناه يا باشا، ربنا يخلي حضرتك. في طيب دلوقتي احنا هنكمل موضوع اشرف. خلاص يا حاج اشرف راجع، اروح لاقرب طبيب، تابع مع الطبيب تناسليا، ما تسيبش بقرتك تقعد سنه وبعدين تبدا تفحص فيها، كل ما يكون بدري كل ما يكون افضل. متابعه دايما مع الطبيب البيطري، ودايما دايما استخدم الايه الحاجات اللي يعني انا قلت مره واثنين وثلاثه ومليون، احسن طريقه لعلاج الالتهابات الرحميه ان انا بدخل حيوان في الشيع. ادخل حيوان في الشيع عن طريق ايه؟ البروستاجلاندين اف 12. واللي يقول لك دي هرمونات قول له لا دي مش هرمونات. يبقى لازم تتابع مع الطبيب البيطري في كل ايه في كل لحظه، وكل اقرب طبيب تقول له تعالى افحص تناسلي. بالنسبه لاخونا خالد اللي قال موضوع البكريه، برضو نفس الوضع، ما تركنش عليها وابدا لقح بعدها على طول. البقره والده بقى لها 45 يوم ما تتدخلش في الولاده خالص، المشيه ما تكون مطمن انها نزلت، متابعها في الاكل بتاعها كويس، متابع النظافه بتاع الارضيه كويس جدا، ما يعملش عدوى وتدخل عدوى داخل الرحم من المكان السيء اللي فيها. كلها حاجات بسيطه يعني نص وسبع ونص، حاجات بسيطه خالص جنب بعضها، لما بتتكون مع بعض تعمل مشكله كبيره وتقول لك ايه دخل في عقم. وهي اساسها كلها رعايه، واساسها كلها تغذيه، واساسها كلها شطاره منك انك تجري بسرعه للطبيب ذو السمعة الجيدة. أهم حاجة ما تروحش لأي طبيب عشان ما تكرهش أطباء البيطريين بعد كده، تشوف الطبيب اللي أنت عارف إن هو بيخاف الله في شغله وشاطر في شغله تجري عليه على طول وتتابع معاه. أخونا الحاج شعبان اتكلم في موضوع غاية في الأهمية اللي هي إيه؟ الطلوقة. وده عايزين
نعمم التلقيح الصناعي في كل عزبة وفي كل مكان عشان الموضوع ده. احنا بنلاقي مشكلة كبيرة جدا يا اخواننا في الكرة وفي العزب وفي النجوع، ان بتلاقي واحد بس مربي عجل يقولك ده طلوقة، والعجل ده ممكن في القرية دي ما فيش غيره، واحيانا كرة تانية ما تلاقيش فيها خالص طلائق خالص. يجي في الوقت ده واحد او اتنين او تلاتة يشيعهم عند عم الحاج شعبان، عند عم الحاج محمد، عند اي اخواننا من الحجاج، يشيع ثلاثة يشيع اربعة في القرية ده في يوم واحد، ياخدهم ويروحوا لايه للطلوقة اللي هو قاعد مستني ده. هناخد الحاج محمد من البحيرة. فضل الحاج محمد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ فضل يا حاج محمد. لما عندي بقرة بتفح. واطي التلفزيون يا حاج محمد الله يخليك، واسمعني من التليفون. ماشي يا دكتور. عندي بقرة بتفح. ماشي. عمرها كام يعني، صغيرة ولا كبيرة ولا؟ لا كبيرة. ولا ام؟ ها؟ لا ام. ام وبك ثلاث اربع مرات. واكيد اكلتها مش حلوة. نعم بالكح. لا كويسه، اكلتها كويسه، بتاكل حلو. بتاكل حلو وبالكح؟ بتكح كحه كده. جسمها مليان ولا جسمها قليل؟ لا جسمها فاضي مش مليان. يعني بتاكل ما تبانش عليها الاكل؟ بتاكل وما تبانش عليها الاكل. اكلك كويس ولا حاجه تبن وشويه بتاع؟ كويس. مقبول يعني. ولا بتعلف علف كويس؟ لا هو علف عادي، رضه وعيش كده يعني، وبس بتاكل خضره كتير يعني. عندي ذره بقطعه بجدان وبرملها. ماشي يا حاج محمد، حاضر هاجب عليك حالا. اشكرك يا حاج محمد. احنا قدامنا وقت بسيط، هل هاجب على موضوع الطلوقه ده مهم جدا جدا، وهاجب على الحاج محمد بعدها على طول. خلي بالكم يا اخوانا، اخطر حاجه موضوع ان تروح اربعه او ثلاثه في وقت واحد. الاولانيه ممكن الراجل يلقحها، ينط عليها مرة أو اتنين على الأقل عشان تمسك الحيوان، على الأقل لازم يعمل عليه مرتين لو طلوقة. مش هينفع أول مرة، لا أول مرة كده وبعد كده تاني مرة يشتغل عليه. اللي بعد كده التالتة والرابعة والخامسة هيجيب منين؟ هو أقصى حاجة له في اليوم واحدة أو اتنين، أقصى حاجة، وبعد كده يريح يومين وبعد كده يشتغل. فعشان كده الحيوان بتبقى شائعة وشائعة نظيف، بس الذكر هو اللي مش قادر ايه يخصب، لان قوه الخصوبه عنده قليله جدا. فيفضل في البلاد اللي هي فيها طلقه واحد او ما فيش فيها طلايق، يفضل ان انتوا تسالوا على ملقحين او اطباء بيطريين يجدوا التلقيح الصناعي، تروحوا لهم افضل بدل ما تروحوا للطلقه ويضيع عليكم ايه الدوره بتاعها. وكمان الطلايق يا اخوانا، انا بفضل ان احنا نقلل بقدر الامكان استخدام التلقيح الطبيعي. ليه بقول كده؟ لو لا قدر الله بقرتك انت سليمه وبقرتي فيها اصابات رحميه، اللي هيروح هنوديها للطلقه، هينط على البقره اللي فيها اصابات، وهينقل الاصابات ديت من البقره المريضه الى ايه البقره السليمه، يبقى انا بنشر العدوى اكتر واكتر. وفي امراض بنسميها الامراض اللي هي فينيريال ديزيز، اللي بتتنقل عن طريق الجماع. خمس ست امراض بيتنقلوا عن طريق الجماع، منها البروسيلا والسل والليبتوسبايرا والاي بي ار، برضه بيتنقل خمس امراض بيتنقلوا، واحنا بنسميهم مش فاكرهم، بنسميهم الفينيريال ديزيز او الامراض اللي بتتنقل عن طريق الجماع. دي برضه مشكله كبيره، ان ممكن هو لو مصاب هينقل المرض، واخطرهم زي ما احنا عارفين السل والبروسيلا. اخونا الحاج محمد، بالنسبه للكحه بتاع الحيوان، لو هو بياكل كويس وجسمه ضعيف، يبقى انت ادي مضادات حيويه. اول حاجه انا اقول لك عليها، روح لاقرب طبيب. اقرب طبيب هيدي لك ايه؟ هيدي لك مضادات حيويه، هيدي لك مضادات التهاب، هيدي لك فيتامينات، هيدي لك معاها مضاد الحسي. يبقى اي علاج للالتهابات الرئويه، هم اربع حاجات اساسيه كل الاطباء اكيد عارفينهم، بس احنا بنعمل ريفريشمنت لهم ومراجعه بسيطه لهم. مضاد حيوي الطبيب البيطري يختاره، مضاد التهاب، مضاد الحساسيه، فيتامين. هو اكيد عارف الكلام ده، هيختار لك المضاد الحيوي، هيختار لك مضاد الالتهاب اللي موجود في السوق، وفي كتير او مضادات حيويه في السوق، في مضادات التهاب كتير او في السوق، فيتامينات املاح معدنيه، والانتيهستامين او مضاد الحساسيه. الانتيهستامين او مضاد الحساسيه اللي انت ايه هتديه ده، العلاجات اللي انت ممكن تديها للالتهابات الرئويه.
دايما بقول يا اخوانا قبل ما اطلع برنامج العيادة البيطرية كل حلقة أقول في بدايتها إيه؟ الوقاية خير من العلاج. ودايما بوجه رسالتي للفلاح الصغير والمربي الصغير والمربي المتوسط والطبيب البيطري حديث التخرج، وبعمل مراجعة للطبيب البيطري الكبير. سعدت بلقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.